الموضوع النهارده موضوع كبير، لكن خليني احاول يعني ايه، مش انا بحب اشكروت، خليني احاول اجمل لكم الدنيا في بعض خطوات. اول واحده فيهم، هو انت بتعرفي تتكلمي في وسط مجموعه بره المجموعه بتاعتك؟ السؤال رقم 2. الكلام ده انا هساله دلوقتي وهختار، بحضره الاجابات. السؤال رقم 2، لو انا في قلب مجموعه جديده او مجموعتي، يعني مجموعه قرطان جديده انا بتعرف عليه او القرطان بتاعي اللي هو اللي انا عارفاه، هل انا بعرف اعبر عن اللي جوايا صح؟ ما بعرفش، او بقول برجع اقول يا ريتني كنت قلت كذا، ضحكتم. الاجابه وصلت. السؤالين دول مهمين ليه؟ لان احنا كنساء امامير قوي على فكره، ورقاء قوي وملايكه قوي في نفسنا كده، وتحس ان انت ايه يعني شخصيه قلب حساسه ماشيه في الطريق بتطيري مع الهواء في اي حاجه ممكن تاثر فيك. واللي ياثر فينا بقى، يعني اللي بياثر فينا ممكن كلمه، ممكن طبطبه، ممكن حاجه كان نفسك تعملها مع مش عارفه تقولي ولا تعبرت من ده، معيطه خلاص، العياط غنى على الامر. فانت محتاجه تعرفي انت مين وعايزه ايه وايه اللي المفروض توصلي. لما باجي اتكلم على التواصل الايجابي، والايجابي ما ليش دعوه بالسلبي، لان السلبي في تواصل سلبي، تواصل سلبي بقى وخليكم كرسي في الكلوب والدنيا زي ما بيحصل، لكن انت مين وعايزه ايه، عايزه ايه اللي توصليه من اللي قدامك، ده مهم جدا ان احنا نعرفه. فلو انا سالت انت مين، لو انا مثلا اسال مين انت مين، حد فيكم يعرف يقول لي وتعرفني على نفسها هي مين، بحيث ان انا اطلع من المكان ده اقول انا حضرت في الحكمه والبنات الاخوات اللهم بارك اللي كانوا موجودين كان فلانه وانا فاكراها بفلان، مين تقدر تقول لي هي مين؟ اثنين ثلاثة. طيب. ايوه. الله. هوية. اقول على نفسي. اقول على سمتي. اقول على هويتي. ممكن انت مين؟ انا فلانة ساكنة في المكان الفلاني. اقول على البيئة اللي انا فيها. انا فلانة طالبة في المدرسة الفلانية مشهورة بكذا. او انا من رواد بنات الحكمه اللي بقى لهم كده. حلو. طيب امتى اجاوب؟ اسمك ايه؟ امتى يا زينب اجاوب حاجه من دي، انا مسلمه او انا محجبه او انا طالبه؟ اما هو يسأل ما سالش. لا انا عايزاكي تجاوبيني بالكلام، افهمي سؤالي وامشي معايا بالفكرة، عشان انا بعمل التمرين لعضله المخ دلوقتي. انا دلوقتي احنا في الوسط ده، احنا بنات الحكمه وبنيجي نحضر دروس وبنسمع عن الله عز وجل وهكذا امور. ايه من التعريف الثلاثة اللي انت قلتيه ينفع هنا؟ ها الاسم. انا فلان. ممكن تكون بس انا مبادر. انا عايزه سقفه كبيره جدا لزينب الجميله. لا ينفع عليك. امتى اجاوب توصيف من اللي انت قلتيه على حسب المكان وفهم الاخر. طيب لو انا في سنتر تعليمي، انا طالبه فلانه صف كذا. لا ببقى كتاب مفتوح. انا فلانه فلانه اللي قاعده فلانه بنسى كذا كذا وابويا كذا وامي كذا ومسافر كذا مش عارفه، ولا ببقى ان انا بقول حاجه مش في موضوعها. انا عايزاكي فتاه مسلمه، شوفي كام اللي حاضر النهارده مثلا 30 50، انا عايزه كل بنت حاضره النهارده طالعه فاهمه الكلام ده بيدرس في اوروبا من بعد الحرب العالميه الثانيه، يعني في الستينات القرن الماضي لسه بقى جاي وواصل عشان نعرف نتكلموا فيه مثلا 10 15 سنه فاتت، أو ممكن يكون مثلا من أواخر التسعينات. ده مش صح. لما تتكلمي أنت كمسلمة، اللهم بارك بحجابك التحفة ده. لما أتكلم كمسلمة وواحدة ليا مرجعيتي اسمها كتاب وسنة، أنا قاعدة في مكان
لما بتكلم بتكلم في الناس الصح. يبقى انا في سنتر هقول انا الطالبه الفلانيه صح، ولو انا في القبطان دوت انا المبادره، انا بديكم صفه عني، عايزين تقولي لي بقى حاجه وعاملين تعملوا مخيم عايزين تعملوا انا معاك، يلا انا معاك وانا بتاعت ارض الواقع. ممتاز، ربنا يبارك فيك يا زينب ويجعلك من الصالحات وتدخلك الجنه واحنا معاها، قولوا امين. مين تاني؟ ممكن كمان من الاثر. ها؟ من الاثر. ننمي الاثر؟ لا ممكن كمان تعرف الشخص كده من الاثر بتاعه. اه. ممكن انا ما اعرفش حد مثلا، ما اعرفش مين فلان الفلاني، اثره طغى عليا او انا سمعت عنه فانا عرفت اسمه وتفصيله. اه لا انا بتكلم عنك بقى. الاثر، ممكن الاثر مساعدة شخص ما. اه انت اسمك ايه؟ سمية. سمية. انت مين؟ انا سميه مسلمه بحول الله عز وجل، مبادره دائما في مساعده الناس. تمام. انا عن نفسي انا لما اجي اقول سميه زين مين؟ سميه بتاعه تفسير سوره النساء، سميه اللي كلمتني على الصاحب بالجنب وجنجو. ايه دي عندي سميه؟ مين؟ بتتحدث بتكلم الناس عن الله سبحانه وتعالى، بتحبب الناس في الله سبحانه وتعالى. لازم تعرفي انت مين. ممكن نكون احنا مش عارفين نفسنا على فكره، ما تبقيش واخده نفسك انت قد ايه جواها. كلمكم مثلا عن مها. مها من الشخصيات الجميله جدا، حسابها الله حاسبها وجيبي من الطلاق دلوقتي. تلقائيه جدا في قلبها على لسانها وعفويه جدا. لما يجي يقول لي عرف بقى اقول كذا. شفاء مثلا، شوف على الناس اقول مثلا شفاء محبه جدا ومساعده جدا، حطيها في اي قبطان منكد تعمله لك فرفوش وتاخد الناس وتقطع عطا، يلا نطلع رحله، يلا مش عارفه نعمل ايه. اللي عايز يعمل علاقات ممكن تكون مش عارفه كده عن نفسها، ممكن تكون شايفه نفسك ان انا معكش. ما في واحده فيكم الا وفيها نفسها. انا وقعت لك 14 ونص. لا انا هقول لك دلوقتي، انا 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 اخد انطباعنا ايه؟ دقيقه جدا، صادقه جدا. ها؟ ساعات بيبقى فينا حاجات انت مش واخده بالك منها. شوفوا جمال النعم اللي الله عز وجل عطاها لك. ساعه لما يبقى عندي الثقه دي، وساعه لما يبقى عندي الامر ده ان انا الله سبحانه وتعالى اوجدنا وامدنا واعدنا عشان الرابعه دي ليسعدنا. الله عز وجل عطانا الثلاثه دول، اوجدنا من عندك الحمد، وبعدين امدنا هوا وميه واهل واكل وشرب ومين وعشاء وتعليم، واعدنا يعدك ويعلمك، ويجي موقف تقول يا رب يا رب يا بس ان شاء الله المره الجايه رب انجح فيه وتتعلمي عشان ايه؟ يسعدك. مع اننا في الدنيا مبتلين امال الله يعني ماشي، بس انا انجح ان شاء الله يا رب وارضى وكذا وترى مني كذا فتسعدني بهذا الرضا. الثقه اللي تاخديها في نفسك ومن 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 اللي انت تتكلمي بيها، سواء في قرطاق في وسط انت معاكي ولا وسط غريب عنك، مستمده من الله عز وجل اولا واخرا. ايه؟ احفظوها ولو ورايا كده بقى في صوت عالي كده زي الكتاب. ها؟ أوجدنا وأمدنا وأعدنا عشان إيه يا أخوات؟ الله يفتح عليك، الله يرضى عنكم برضاه. فلما أجي أقول لك أنت عايزة تبقى عندك ذكاء اجتماعي، لازم تبقى حاسة أصلاً أنت مين؟ وإيه الجمال اللي جواك؟ وشوفي وابحثي، أنتوا جمال؟ أه أه ما حدش بيقول لكم كده، أنا بقول لكم كده، أنتوا أمامير، كل واحدة فيكم فيها مسحة. مثلا اللي عندي مناخير قيصريه، واللي عندي اللهم بارك الجمال الاوروبي، وعندي الجمال العربي والعين المها بتاعت، يعني اقول كمان انتوا جمال شكلا، فما بالك المخبط وجمال كده. ما في حد يا جماعه يجي نقول له تعال تعال نعرفك عن الله، تعال ما نحكي لك عن ربنا، تعال ما هنقول النهارده كلام يفيدك بما يرضي الله، ويجي الا وفي خير، الا وفي خير. والدعوه ما بتبقاش من الحكمه ولا من الشباك ولا من عوض، الدعوه من الله سبحانه وتعالى. فبيجوا الناس يكلموني، يعني انتوا عارفين وضع الدنيا، وضع الدنيا دوت ايه؟ بلغه مناقصه. النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه كده. يجي بقى موضوع الشهره والكلام ده، كل ذلك هباء منصوره وما ينفع الا عند الله سبحانه وتعالى. فاا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 
كذا وتقولون والله ولا الهيران اللي انتوا عاملينه ده. انا اي عمل دعمي ودع عليه حتى النهارده في اربع مواد، لكن علشان هو دعمي حقاً بقى. لان انا عارفه ان الدعوه مش من عواطف ولا من جمعيه، الدعوه منين؟ اللي بعتت لك على الواتس دي مش هي، ده ربنا عايزك تيجي، ربنا اراد ليك انك تيجي وتسمعي. عشان كده ما تمتنعوش ابدا عن درس. يقول لك طب تعالي بس يا دكتوره، او مثلا لو في مره مثلا ببقى بره اسطنبول صعب، طب بس يا دكتوره مش عارفه ايه، وهنعمل مش عارفه كذا، وهندفع ما ناخدش فلوس على عمل الدعوه، ما ناخدش اجر على عمل الدعوه، اصل هو مش بتاعي، بتاع مين؟ فانت كمان ما تحرميش نفسك. فما اجي اقول لك لازم يبقى عندك ذكاء اجتماعي وتعرفي تتكلمي وتعرفي تقولي باتزان. الاتزان الانفعالي مهم، لان ساعات اللي بيبقى اللي قدامك شخصيه مستفزه من الارض للسماء، عالم موجوده في الدنيا عشان تنططك من الارض للسماء، ويبقوا ساعات باردين جدا كده ولا في دماغهم، وتقولي الكلمه من وهي قاعده بتتفرج عليكي، وخصوصا لو شخصيه الايجو عندها عشان تبقى سعيده جدا وانت متنططه، سعيده جدا وانت ما بتتكلمش، والغلط يجي منك، ومع انها هي كانت باديه الكلمه اللي ارزتك بيها وهي قاعده ولا ازاي ابد باتزان. يبقى عندي اتزان انفعالي ورد حلو ورد طيب ورد يعرف اللي قدامي ان انا لا اقبل الاسلوب ده، سواء في الاهانه او في الكلام اللي بيتقال، بس دي المهاره. احنا لو طلعنا من الباب ده النهارده وعندنا المهاره دي يبقى ممتاز جدا. ده جزء. طب نعمل ايه يعني؟ اعرف الاول زي ما قلنا انت مين، واعرفي ان كل واحده فيكي ساعات بيبقى فيكي حاجات حلوه انت مش شايفاها في نفسك، والحاجات دي هي نعم من الله سبحانه وتعالى عطاكي اياها عشان تساعدك. طيب السؤال اللي بعد كده، ازاي ان انا اتكلم كلام مفهوم ومحدد وواضح؟ انت عايزه ايه اصلا؟ اسالي نفسك. انا رايحه علشان رايحه بلطيم، ده بلطيم ده فيها مصيف، كلها اناديل بحر بلطيم، فمن انا رايحه بلطيم. واول كلمه اسمك ايه؟ ايمان. ايوه ايمان، ها انتوا نازلين تيجوا معانا امتى؟ بننزل بعد الفجر، حلو كاشين مبقاش فيه رجال وبتاع. طيب في شط؟ طب تمام. معاكم كذا؟ طيب. ادي المكالمه، قلت الهدف وانا عايزه ايه، وانتوا جاي وهنستقبلكم امتى وتقابلونا امتى وشكرا. تمام. ده يا ايمان، ناويين تجيبوا ايه؟ وانت بتعملي ايه دلوقتي؟ ما تفتحي لي الكاميرا كده. وبعدين هتلبسي انهي بقى؟ الاسود ولا انت عارفه لما رحنا مش عارفه فين؟ انت عارفه بقى بنتي خالتي لما راحت وقالت لنا احنا بقى عايزين نعمل ده اللوك لوك، الجروب بالواتس بتاع البنات، بنبص اللهم بارك، ننام نصحى الصبح نلاقي 2000 رساله. ده 2000 ده حاجه بسيطه، يعني انت نمتي صحيتي. كانوا بيعملوا ايه بالليل؟ كانوا اللهم بارك. فالاصل انك انت بتبقي إيه؟ مش بقول يعني على قد الكلام، لان احنا ما شاء الله علينا لازم نتكلم، يعني احنا لازم نتكلم، ولما اتكلمناش بتبقى يعني ايه عندنا عوز. احنا عندنا تقريبا 25000 كلمه في اليوم لازم تتقال، تقوليها لصاحبتك بقى، تقوليها لمامتك، تقوليها كذا. المهم ان الامر ده يعني يتم، ولو اخرت ال 25 يبقى تاني يوم حسبهم 50، يعني هتقوليهم هتقوليهم. عوزنا للكلام جميل انه يبقى ايه يا خالد؟ مهدف. عوزنا للكلام انه يبقى على قد الحاجه. ليه؟ اصل انت عندك حاجات كتير قوي، انا لو قعدت اعدد لك مش هتلاقي وقت اصلا. طيب يبقى انت عايزه ايه؟ 1 2 3 بحب جدا اما الاقي بنت. كان في بنت مره في ثانيه ثانوي على تنمر المحاضره دي، فجت في نهايه ثانيه ثانوي دخلت ثالثه ثانوي الصيف بقى، كتبت 22 هدف. قالت لي يا دكتوره انا ده ان شاء الله هحققه. قابلتها بعد سنتين كانت محققه 19 هدف. هي عارفه هي عايزه، هي عارفه هي عايزه، شغاله على نفسها، شغاله على مهاراتها، شغاله مش ايه بقى دي الصيف نايمين او في لقاء رايحين مش عارفه، لو طلعنا رحله جينا من كذا عملت ايه ولا حاجه، هنعمل ايه؟ طب ايه يا جماعه؟ هو مفيش، هو كده
الاصل انك تبقي عارفه انت محدده الثلاث اشهر دي عايزه فيهم ايه. الاصل ان انت في الفتره دي انا الشهر ده هطلع منه كذا، انا الشهر ده هطلع منه كذا، انا هخدم القران وابقى زي كل بني جنسي اوعي كلهم ما شاء الله، انا هعمل كذا، انا هسوي كذا، لكن ما انتش عارفه. فتبقي يبقى تيجي قاعده وبتتكلمي في قاعده يا لوك كل واحده ماسكه الثانيه باي حاجه بدون هدف، تبقي حتى قاعده القعده انت مش مستمتعه بيها. ازاي ان انا اتواصل بايجابيه؟ الايجابيه في الامر ان انا افهم معنى التواصل. التواصل يعني ايه؟ السلام عليكم، عامله ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي جودي. جودي، جودي انت سوريه؟ مصريه. مصريه والله بتنطقي جودي ما شاء الله، مصريه بتنطق جودي، ده كويس جدا. اما اجي مثلا اتكلم انا بعملت ايه مع جودي دلوقتي؟ اتصال لكن مش تواصل. ركزوا معايا عشان ده مهم جدا وبيقع فيه معظم الناس. اللي انا عملته مع جودي ده ايه؟ اتصال. عامله ايه يا جودي؟ انا مصريه واسمي جودي. طيب بصوا بقى الحديث ده، جودي انت منين؟ من مصر. اسكندريه. الله الله، منين من اسكندريه؟ عصافره. عصافره، ابري ولا بحر؟ بحر. اه ما شاء الله، احنا في الدولي بقى، انت الدولي. يا اهلا وسهلا. قولي لي بقى يا جودي، انت فاكره ايه عن اسكندريه؟ والله خالص، ولا استني ولا الشط ولا اي حته من اي فنجان فاتها كتير، ولا ايس كريم عسل، ولا محمد احمد فضل عليا شاطر حاجه خالص. احنا نحكي لك بقى، طب قولي لي اكتر حاجه ممكن افتكر بيها جوزي هنا في اسطنبول مثلا، اكتر حاجه عايزاني افتكر بيها ايه؟ انا اصحابي يعني انا شجاعه شويه. من ايه؟ شجاعه شويه وبقى خلاص. اصحابك اللي بيقولوا؟ اه. والله. طب انا اقول ان انا ممكن اقول ان كلمه صحابك فيها شيء من الصح. ايه رايك؟ اقول لك دليل؟ عاده البنات لما بيجوا متاخر ممكن بيختاروا ورا كده ونقعد، اذا انا عملت بختار ورا كده ونقعد. كل ما تسيبي وتقعدي هنا في المكان ده دي جرأه وشجاعه. سقفوا لي. اسمعي الكلام الحلو عن نفسك وما تصدقيش اي حاجه وحشه، لان احنا في الاول الله سبحانه وتعالى اعطانا نعمه. اللي انا عملته التاني ده اسمه ايه؟ تواصل. فانا بقول لك عايزين يبقى عندنا تواصل بايجابيه. معلش سامحيني المحاضره مش الناس متعوده بتكلم حضراتي ماليه، بس هي طبيعه المحاضره نهاريه كلها، فكلها اخد وعطاء. الجزء اللي انا عملته معاها ده اسمه تواصل. عرفت عن جودي انها من اسكندريه، ما شافتش استني ولا ايس كريم ولا اي حاجه، وان شاء الله نبقى نكلمها ونعرفها. وقالت صفه خاصه بيها وفعلا شفناها عملي وانا اقدر اقيمها. ده اسمه تواصل. طب التواصل بايجابيه، اسمعوا الحديث ده. ايه رايك؟ لما بتاخدي السم اللي قالوا اصحابك والصفه الجميله اللي قالوها اصحابك ديت وتاخديها عنوان في حياتك كلها بما يرضي الله، وتعملي لك نيه في الدنيا ان انا هبقى شجاع في الحق، ما اخافش في الله لو ما تلاقي، واحشر يوم القيامه تحت لواء الجرأه والشجاعه في الحق، يقابلني بها النبي عليه الصلاه والسلام يا جودي تعالي يا بتاعت الحق. في عندنا هنا رايه، ما هي هنا بس انت عندنا هنا رايه اسمها رايه الحق واهل الحق ونطق الحق، تعالي اقفي. ايه رايك في النية؟ نية حلوة، أنا هدفي إن أنا أكون أحسن محاربة. الله، ماشي، ماشي، حب أنا الدماغ المستسلمة دي، حلو. اللي أنا عملته معاها ده الأخير اسمه تواصل بإيجابية. عملت إيه؟ رسمت صورة في المستقبل عن فعلها وعن نية وعن وضع غاية هي حطاها إن أنا يقابلني النبي عليه الصلاة والسلام تحت راية الحق. ويقول تعالي يا جودي اللي بتنطقي بالحق ولا تخافي في الله لو ما تلاقي، دول بيبقوا صادقين جدا، جرأة وصادقين. وتعالي يا أهل الحق لهم سمت، أهل الحق لهم ما بيكذبوش، أهل الحق ما بيخافوش، ولو غلطان يقول أنا غلطانة، أكتر الناس اعتراف بيه. حلو، اللي أنا عملته الأخير ده اسمه إيه؟ تواصل إيجابي. هسيب لكم بالظبط 7 دقايق، لا كتير،
خليها 3 دقايق لاربع دقايق كل واحده مع اللي جنبها، هتعمل معاها اتصال وتواصل وتواصل ايجابي، وبعدين هنقومهم الاثنين ونسال، واللي هتكسب معرفش معايا في الشنطه ايه، عيش اي حاجه في الشنطه معايا، مفيش جوائز، نشوف لكم اي هديه. تمام؟ موافقين ولا مش موافقين؟ لا موافقين، مفيش هنا اللي يجي هنا موافق على طول. كل واحده مع الثانيه مع الثانيه، يعني انت وهي وانت وهي وانت وهي. يلا بينا. بسم الله بسم الله بسم الله. بدأنا. طيب يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبتدي ليكم ونشوف عملتوا ايه في الورشه الجميله بتاعتنا. تمام كده؟ يلا بينا. جودي انت اللي علمين. ها عملتوا ايه؟ قولي لي هي مين؟ اتواصلتي معاها تواصل ازاي؟ والاتصال الايجابي ايه اللي اتكلمتي؟ هي عندها 10 ونص و اسمها تواصلتي معاها ايجابي ازاي؟ يلا بينا. زينب ومين؟ مريم. مريم قولي يا زينب. عايزين انت بالترتيب كلنا توكلنا على الله يا اتفضلي. طب يلا توكلنا على الله، اتفضلي. اسمك ايه؟ ايوه اسمها جميل. تواصلتي ايجابي معاها ازاي؟ نصحتيها بايه بقى؟ ما شاء الله ربنا يبارك فيكم وشكرا. حلو ان انتوا توصلتوا ان هما ان شاء الله بقى في اثنين، يعني متاح لكم كمان واحده، حد يجي ياخد بقى ابوه تعالي. تمام براحتك. ايوه خليكم مقدمين، واحده ليكي واحده ليها. تمام. مين هنا حابب يقول ولا عايزين نمشي بالترتيب؟ اللي مش عايز يقول يقول، اللي عايز ها. لا لازم تردوا عليا علشان هتقول. يلا بينا. ايوه الله سافر.
وزاره العالم باذن الله، مش دوله، احنا وزاره العالم نجيب في الابتكارات. حلو. طبعا ما شاء الله. اول اتفاق انا مستطاعه انه تكمل الموضوع. طبعا ان شاء الله فريق وزاري رئاسي عالمي. يلا قولي لي بقى، انت تواصلتي مع الساس؟ نعم. سقفوا لهم يا جماعة، تعالوا كلهم. الله اسمعي يا جماعي، احنا هنعمل لك منظمة. قصدك معايا خير ان شاء الله. ها يلا بينا اللي بعده. لا انا بس حابة احكي الحساسيات ما بين الاتصال والتواصل الاتصال هو انه انا سألت لعبة يسأل بجاوب، انا عم اسألك عم بجاوب. التواصل انا اسأل ويا تسأل، صرنا نسأل بعض. خد العصير، خد العصير انت صاحبتك عادي، ده ممتاز جدا جدا. انا بقى عايزه اقول لا لا والله يا عم يا زلمه بجد بجد اخاف. عايزه اسمع من صاحبتك وبعدين هقول لك على حاجه مميزه. شكرا ليك على فكره. زينب لو عايزه تكملي في علم النفس انا احييكي في حاجه زي كده وادفعك لامر زي ده. طريقه التفكير المقسمه من سمات الرجال، هما بيقولوا كده بس طبعا المساواه الاسلاميه دي يعني. لكن طريقه التفكير لما تبقى مقسمه ومستسلمه بالشكل ده تحفه جدا. ان انا اعرف افرق ما بين كلام انا احييكي واقول لك توكل على الله وكلمك. انت اسمك ايه؟ مريومه يا جميله يا عسوله، مريم البتول. لما زينب كسرت الحاجز قلت ان انا ما بتكلمش مع حد، لكن انا حسستني باريحيه في الكلام. احنا بنرتاح واحنا بنشوف وشك من غير اي كلام، ده حقيقي يعني. ووجهك بالوجوه المريحه. خلي عندك ده دايما كده واقدمي طالما اتكل على الله ليكي مقدام. اسمع مني النصيحه دي. خليك يا مريم. اهلا اهلا، يلا عرفونا نفسكم. نعم ايوه. الايه؟ لهجتها والله تتكلم مصري. تعرف شوفه شكلها. انا بحب المجال ده ولا المجال ده ولا عندي الموهبه دي، كلنا مررنا نفسنا لحد ما لقيت نفسك لمستي كده على حاجه. الامر ده انت ممكن تبدعي فيه. نسينا اي كده. بس قال الكلام ده بقى لايه بقى يا خالد؟ قايله لسن 7 سنين. ما شاء الله احنا بنكتشف دلوقتي ماشي احسن مما فيش. انا احييكي على حاجه زي كده يا سندوسه يا جميل. يلا قولي لنا بقى. ايوه. وانت اسمك ايه؟ مريم. انا عارفه بس انا عايزاك. انا مريم، تعرفت على سندس ماشي بغششكم اهو لسه ما قلتش. ها بقى لها ما شاء الله 9 سنين في الكليه.
تمام. انا عصر دلوقتي عصر من السكرول بتاع الاسنان. نصحتيها بايه؟ طب انصحيها بقى. استمر توسع المدارك و شكرا ليكم وربنا يبارك فيكم. حلو. انا حيك يا سندوسه، تعالي خدي الهديه ليكي وصاحبتك. وبصي يعني واظبي بقى، واظبي على عملتي قاعده جابها ابن سينا شوفي من كام سنه من تاني طلع وياه. يلا الاثنين اللي بعديهم. لا انا مش سامعاكي خالص. اسمك ايه الاول؟ رواء. الله يعني. نصحتيها بحاجه؟ اتفقتوا على حاجه؟ تفاعلتي معاها ايجابي في حاجه من اللي حكتها؟ شكرا. عرفي بنفسك وقولي ايه يعني. لا في بلد افضل، يعني بلد افضل. الوقت دي دماغك كبيره قوي، بص لقدام. شخصيات طموحه دي ممتازه جدا، هم بتوع البرمجه كده بس محددين. وبعدين هي خير الكلام ما قل ودل، احنا افعالنا هي اللي بتدل علينا. ربنا سبحانه وتعالى ينول لك امنيتك، جزاكم الله خيرا. تعالوا استلموا الله الدندورهم دي. ايوه تعالي يلا. اتفضلي. ها خلاص خلاص خلاص. ما اللي مش عايز من الاساتذه ما فيش، من الاثنين دول تواصلوا ماشي. قالت تعالي مفيش داعي. لا براحتكم لو عايزين ماشي، لو مش عايزين خلاص. ناخد اللي هنا مين؟ يلا يا ميمون. منة الله. ما شاء الله صراحه جدا. ما شاء الله صحابي كل ان شاء الله استغل السنه دي. ان شاء الله ان شاء الله. جميل. ها من انا بزعل قوي من صحابته دي لسه صغيره، لو دخلته كده تحس برضه الله يهديك. تمام. ها وايه؟ اتفتحتي معاها في الكلام. تواصلتوا كده، اتعرفتوا واتكلمتوا والحاجات دي. طيب انا عايزه اسالك سؤال، هي قالت حاجه عن موضوع طموحك وان انا اعمل برنامج توصليها للاطفال، قصدك سن كام يعني؟ هو فعلا في موجود كده دورات حاليا لسن 8 سنين و6 سنين، واعرف ناس بادئه يعني اخ 8 سنين واخوه 6 سنين والاثنين اللهم بارك وخدوا يعني طلعوا على مستوى الوطن العربي وطلعوا على وخدوا وكسبوا حتى كان امريكا ومش عارفه ايه، وجات لهم منحه وهم يعني مش قايدين. وانا اعرفهم وهم كان يعني كان سنهم كان لسه حتى في ابتدائي، كانوا في ابتدائي رابعه ابتدائي وثانيه ابتدائي تقريبا او اقل. فاستمر نديكي حاجه جميله، تعالي خدي جايب لكم طبق هدايا. انا بعرف. يلا بينا اللي بعدين. ابدأ يلا. انت هاجر. جدع. حتى
عمال عشان تعمل الشركه وبعدين تصميم براحتك يعني. ده حلو جدا. صح عادي، ما في دورات تسلم موجوده صح؟ موجود تمام. نصحتيها ان هي تكمل في القصه دي؟ تمام حلو. اسمك؟ ايه؟ بالضبط. احنا رواق مروق حاجات بتوعك ايه؟ اتفرجت على حاجه بس في افكارك بشرية سنة كام يا هوا؟ سنتين. هي دلوقتي في تانية طب يعني؟ ايه بس ما كملت، حبيت تكمل في مصر دراستها صيدلية، ونصحتها بإني تكمل مجال والدة إنه شركة الأدوية. ده التفكير بقى. يعني انت قولي لي، هي اللي قالت لك انا حابه اكمل ولا انت اللي نصحتيها؟ هي قالت لي ان والدها كان عنده شركه ادويه بس ما كملت، هي راح تكمل. وهي راح تكمل في الامر ده، وبالفعل نزلتي مصر و... وصيدله. انت حاليا صيدله سنه كام؟ ثانيه. حبيبه قلبي حلو ده. انا عايزه استحق لك على على موضوع الاراده دي. تعالي خدوا الحاجه بتاعتكم. بس انا حابه اقول لك يا رب على حاجه جميله جدا. موضوع الاداره مش بس بتنفع في ان انا لما اعمل شركه ولما يبقى عندي موظفين، لا لا لا. الاداره مع اصحابك، الاداره مع زوجك بعد كده وعيالك ازاي تقسم يومك، الاداره مع حماتك واهل زوجك، يعني ده برضه محتاجين فيه. اللي انت بتعملتيه ده يعني وجودك في السوق ذات نفسه بيديكي خبره. فانا انصحك كالاتي، كملي وخدي دورات موضه وتسارم في اي مكان، هنا عندك في البلديه وفي الاسكودار في كل مكان. وخدي الكلام ده بما انك عندك الموهبه دي، افتحي وابداي. انا اعرف قصه اللي انت وريتها لي على الانستا التركيه، اللي هي كانت في بلد بره اسطنبول وباعت الارض والبهايم والحاجه وجت هنا وقالت لا انا حابه ده. جت هنا في مصنع واتعلمت، وبعد كده هي اكبر موديل وعندها بتاع اسلاميه مول المحجبات، هي اللي واخده كده. وزوجها بقى بيقول لها بعت العدلات، كانت بتحكي عن الكلام ده. لا طالما في حلم حلو. موضوع الصيدله ده مستقبل الدنيا، عايزه اقول لك مستقبل بجد. يعني سواء ان احنا يبقى اللي هو تبع الشركات الحالية العالمية ان شاء الله يا رب كلها تبقى حاجة حلوة وكويسة، او الطب البديل، طب الاعشاب تحفة. يعني انت بدل ما تجيب لي العشبة وتعملها وتحط عليها، انا هنا ونرجع بيها ونزور ونشوف ازاي تتخزن، ودي هنا في الجو هنا احسن ولا في درجة الحرارة احسن. علم كبير جدا، يا ريت تاخديهم مع بعض، طب البديل طب الاعشاب مع الصيدلة. احييكم، يلا بينا. حضرتك اسمها ايمان، بتدرس عمر عشرين، بتدرس علاج طبيعي. ايه جامعة ايه؟ بتدرس علاج طبيعي في جامعة جمهورية جمهورية؟ فين؟ سواس. سواس حبيبتي. حضرتك كنت معانا قبل كده؟ ايوه في اونلاين. بتحب الشعر؟ بتكتب المباراة وعندها؟ نعم. شعر قبل سلاح الفيلة. الشعر؟ عندها أطاقة كثيرة بالتفكير. عجبني تفكيرها الإيجابي. ما شاء الله. كم تحفظي من القرآن يا إيمان؟ ختمتي. هو اللي بيختم لازم يقول شعر. إيه اللي هيحصل؟ كمان يعني العيلة كلها. الله، أنا عندي البيت كله لغة عربية، وأنا زي ما أنت شايفة كده. لو جبنا العمال. إيه اللي التواصل الإيجابي اللي عملتيه معاه؟ روحها الحلوة اللي جمعتها مع بعض، صراحة أنا شفتها وقت أنا جاي، شفتها طالعين، فحسيت فيها طيبة سبحان الله، فحبيتها كثير وقتها شفتها. يعني لمست قلبي صراحة. ما شاء الله، فتستمر في تنشر عبير طيبتها. جزاك الله خير. قولي أمان يا رب. على مين؟ زهراء. عمرها 23، عندها مدة كبيرة، عندها 30 عمر، وهي كمان أم حطوا
عندها بنوته معلومه دي. توقف ان هي ام شاء الله كمان طالبه تدرس اداره اعمال تخلص على درجه. هي عندها يعني اكبر هي اكبر دفعه ليها انها تساعد الناس بقدر الامكان انها تكون لها بصمه ايجابيه في المكان عشان كده هي قبل كده درست ارشاد اسري وماله حي كل الناس اللي بتعمل الخطوه دي. يا رب اللهم امين. شكرا لك. حلو حلو الحاجات الجميله دي. اتفضلي تعالي انت نخلي الطبق عندكم بقى. شكرا لك. يلا بينا. اسمك دجانة. يعني ايه دجانة؟ تمام. اسمها عائشه. عمرها 20 سنه. بالدال عائشه؟ لا انت دجانة بالدال. ابو دجانة ده انت ما شاء الله لك ارث بالاسلام. تمام. في دراسه طب جامعه ايه؟ ميديبول. طب بشري. الله يعينك. انجليزي ولا تركي؟ الله يعينك. بتحب القراءة وبتحب تطور من ذاتها وبتحب تتابع يعني المحاضرات، وخاصة يعني حضرتك كانت تتابعك يعني وهي ارشدتني على المحاضرة هي. ما شاء الله. يا اهلا وسهلا. انت اول مرة تيجوا جمعية الحكمة؟ لا انا قبل كنت اساعد الحكمة. تمام. انا جاية ما شاء الله. وبعدين قطعت لانه بدرس بالعراق. طيب انت نصحتيها ازاي ولا قلتي ايه ولا ايه التواصل بينها؟ انه تستمر بتطوير الذات ومتابعه المحاضرات وذاتها وانه تربطها مع عملها لانه عملها مش راح يكون انسان يعني. صحيح. اللهم ربنا. اسمي عائشه. سالت دجانة لان انا اعرفها من زمان فسالتها عن سلبيات بشخصياتها بشخصيتها فقالت لي انه هي بالجامعة هسا ما قاعد تحاول يعني ما قاعد تبني علاقات جديدة تحس انه كل ما قاعد تكبر قاعد تحاول تسد العلاقات مع انه انا اعرفها من زمان يعني شخصية اجتماعية ف يعني صراحة ما نصحتها لانه احس يعني هذا الشيء مو سلبي يعني فبس. انت منين يعني؟ بس من العراق. ربنا يبارك فيكم. حلو حته ان يبقى اصحاب ونعرف جديد ايه اللي ما انتش عارفاه ونفضل ننصح بيه. حلو الموضوع ده. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيكم. اتفضلوا. اللي انا عايزه اقوله اللي احنا والله مين؟ يلا مين؟ معلومه جديده. انت مين الاول؟ منى. منى ايه؟ ابو زيد. ابو زيد. تمام. الله. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك. ما هي من ضمن التفاصيل راحت تتابع راحت تتابع التفاصيل. يلا قولي لنا بقى استاذه هيما. قولي لنا حاجه على استاذه منى. وصلوا لي يا جماعه عشان انا مستمع. الشخصيات المميزه في الشخصيات ما شاء الله. الله الله. تنجز في عمل فرق فيها تنجز. يا ريت محتاجه تنجز دي احنا ممتاز حد يؤثر. ما شاء الله. احنا ما سمعناكوش. احنا ما سمعناكوش انتوا الاثنين. تمام. عايزين تتكلموا ولا؟ طيب براحتكم خالص. هختم باخر محور. اللي انتوا عملتوه ده فيه منه مشاكل؟
حصل منه مشاكل، حصل منه قلق، حصل منه قصور او عجز منك انك انت ما انتش عارفه تتكلمي او تتواصلي، حصل تكلمنا وتواصلنا اكتشفنا وطلعنا وقلنا ونصحنا، هكذا الدنيا والعالم. ليه احنا دايما بنركز على الفتاة المسلمة وبقول عليك دور مضاعف عن اي واحدة تانية، وخصوصا اللي تيجي مكان اسلامي واللي تيجي مسجد واللي تيجي محاضرة سمتها رضا الله عز وجل ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه مضاعف؟ لان الدنيا مستنية، الامة كلها مستنية منك انت الحركة الايجابية، التواصل الايجابي، النشر الروح الإيجابية، التفاؤل، الطموح. إنما أقول إيه الغلط في صاحبي أو كذا وأنا أتعلم ما نعالج النقص ده ونعلم ما نشوف الغلط ده نصلحه إزاي. الأمة كلها مستنياكي. أنا يلي عندي 14 سنة ونص، يلي عندي 17، أيوه غيرك اللهم بارك يعني فتحوا وقادوا جيوش وتعلموا لغات في 17 رمل، بقى الناس بقى لها 5 سنين مش عارفة تعدي من هايكي. في غيرك انجز، وانت مسلمه قادره عندك عزيمه وغيرتي من مجال لمجال وعندك كذا وانت في مجال وعايزه مجال، وكل واحده فيكم اللهم بارك طاقه. فما تجيش تقولي لا انا بعرف ايه يا جماعه النونوة، طيب في ايه؟ ومثلا تيجي ماما بقى تزق في مامتها مش نسكتي وتمسك في مامتها مش عارفه. انطلقي اتكلمي، ده انت لسانك لسان مسلمة تحب الله عز وجل، لسان طاهر. قولي، حدثي عن الله، حدثي عن جمالك، حدثي عن اسلامك، حدثي عن اللي انت فيه. روحي وانشري خيرك، خليكي كده تقول لك انا ارتحت في الكلام معاها وفي اريحية، انا مكان عندي كده وارتحت هنا وهنا وهنا. ما تحلموش خيركم، وخلي خيرك غيرك يشوفه، وخلى الله عز وجل يبقى ده حق شكر النعمة لربنا في ايه؟ اوجدنا وامدنا واعدنا ليسعدنا. راضي يا رب؟ انا بحبك يا رب، انا بعمل كده عشان بحبك يا رب، عشان بحب رسولك يا رب. ايه رأيكم في النية دي؟ دي اخر تواصل ايجابي اعمل معاكم النهاردة، النية الجميلة دي. سامحوني طبعا المحاضرة كلها زمان شايفين ورش وكلام، ولكن ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لو طلعت منكم 2 3، لا انا عايزاكم كلكم سبعه، كل واحده النهارده طالعه بمفهوم وبروح وقلب منفتح وحاجز الخوف او الانطوائيه او لا، تعلموا من استاذه منى وتعلموا من منكم كل واحده فيكم لها ميزه، كل واحده فيكم، كل واحده تتعلم وتشوف وتنشر خيرها. قول كده يا رب انا الاسلام، انا انشر خير للغير واتعلم، ايه المشكله واجرب انا ايه اللي هيحصل يعني، اهي جودي اهي ايه اللي هيحصل يعني، ما نجرب ونبقى عندنا جرأه وشجاعه. ادعو سبحانه وتعالى ينفع بيك اللهم امين، واجعلكم من الصالحات يا رب حق هذا الوقت المبارك اللهم امين. اللهم بحق لا اله الا انت سبحانك ان كنا من الظالمين، اللهم بحق لا اله الا انت لك الحمد لك الحمد لك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. اللهم يا رب ارضى عن هذه الفئه اللهم امين، اللهم اهديهم بهداك يا رب، اللهم اجعلهم هداة المهديين، اللهم ارزق بناتنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفيهم بحلالك عن حرام واغنهم بفضلك عمن سواك يا رب، اللهم يا رب احسن لهم الخاتمه، اجعلهم من اوائل الدنيا والاخره، فرح بهم نبيك يوم القيامه وبناتنا وبنات المسلمين واحنا معاهم اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا يا بنات.